دونك مكتب كيبيك بالرباط هو تمثيلية ديال الحكومة ديال كيبيك في المغرب، والكيبيك اللي هو هاد السنة ضيف الشرف ديال هاد الدورة 28 ديال معرض الكتاب والنشر. احنا هنا هاد السنة كضيف شرف كتعزيز علاقاتنا بين المغرب والكيبيك، وكذلك جينا باش نعرفوا الثقافة ديال الكيبيك بالكتاب دور النشر، وباش نعززوا حتى العلاقات ما بين الكتاب ودور النشر اللي في الكيبيك واللي في المغرب. معنا في هذه الدورة هذه 35 كاتب وناشر اللي جاوا خصيصا من الكيبيك باش يحضروا معنا وباش يديروا واحد البرنامج ثقافي كبير اللي غيكون كل نهار هنايا في البافيليون ديال الكيبيك، اللي غادي يكونوا فيه قراءات ديال الكتب ديالهم، غادي يكونوا فيه حصص ديال التوقيع مع عدة كتاب، اللي غادي يكونوا فيه حتى شعراء مغاربة ومن الكيبيك اللي غادي يحيوا واحد الأمسية معنا هنايا، وغادي يديروا فيها قراءات باللغة اللي كتجمعنا كتجمع المغرب والكيبيك اللي هي اللغة الفرنسية.